ولا جتك جت الحواله شكله معلش وش قلت لك في الايربود وش صار؟ اقول شكله يلعب علي شكله مضيعه بس ما دام يعني عشان ما يزعلني ممكن تكون هدف الله على التفكر وايش انت رابع ايربود يضيعها رابع ايربود اوف رابع امي تجيب لي ايربود ويضيعها امي تجيب لي ايربود لقيتها هديه وضيعها وحقتها هذه الرابعه رابع ايربود محمد وين جيزو وين جيزو وين جيزو يا اخي انا اللي العب مو بجيزو ها سجل مو بجيزو وهنا انت بالسلك في البعد ما عندي بهدف يا شيخ انت بالسلك في البعد يا شيخ السلك في البعد اكس يا